ده علشان اللي حصل الصبح مش عشان اللوحة. I really hope you accept my apology. لا عادي ما صار شيء. ميرسي على الورد. كان لازم اعتذر لاني جيت من غير ميعاد وقلت كلام مش لطيف. اوكي انا كمان لازم اعتذر منك، كنت شوي سخيفه معك. اصلا الوضع كله كان سخيف. اتمنى يعني نتعرف بظروف احلى. اوكي Well, there's only one way to make me forget how you spoke to me this morning. تبالي عزومتي على العشاء الليلة. اوكي. وأنا مش رح أقعد يعني وأعيش بتأنيب الضمير. رح أقبل عزومتك على العشاء الليلة. الساعة 7 كويس؟ ونص. ونص. أخرت عليك. لا ابدا، انا مبسوط ان انا شفتك تاني. تحبي تشربي ايه قبل العشاء؟ كورا. استني. كوراليا سانسيت 2 بليز. يس صح؟ صح. اللي يشوفك دلوقتي لا يمكن يقول ان دي نفس الشخصيه اللي انا شفتها النهارده الصبح. عن جد سوري، بس هيدا اللي اسمه منصور مدري نسيت اسمه كثير استفزني اليوم بطريقته. بتعرف شو، لو انا عم فنس ما راح بقى له اللوحه لإله ولا للي بعته. بتعاملوا مع الفن كانه شي سلعه. انا لو فكرت شي نهار اني اذيع لو لازم اعطيها لحدا بيعرف قيمتها للوحه، حدا بيقدرها، مش واحد مثل هيدا جلده تخين. ميرسي. شكرا. أفهم من كلامك ممكن تبيع اللوحة دي بعد ما شفت الفرق بيني وبينه؟ اللوحة. بتعرف شو؟ أنا أول ما جيت على قبرص كرمال أحضر الأكشن وأشتري اللوحة، كنت بفكر مثل أي بزنس وومن ناجحة. بشتري اللوحة اليوم وبيعها بعد كم سنة بدبل ذا برايس أو أكثر. بس لما شفت اللوحة عجبتني كثير وقررت إني ما بيعها. بس امبارح غيرت رأيي. من بعد ما سمعت كلامك عن أمك تأكدت إنه هيدي اللوحة أنت أكتر واحد أحق فيها. خدها. مش عارف أقولك إيه. ما تقول شي. أنا كتير مبسوطة إنه اللوحة لقيت المكان المناسب تبعها. وأنا مبسوط إنها وصلتني عن طريقك من مفاجأة في حياتي. طبعا اذنك انا اخشك بالشيك بوك. عمر بليز، فينا اطلب منك طلب؟ اي حاجة. انا متأكدة انه انت انسان لطيف ويمكن تكون بزنس مان ينوثق فيه، بس انا ما بعرفك منيح وهذا اول تعاون بيناتنا، سو بفضل انه التعاون يكون كاش، ما بحب تشيكس.
اوكي. يعني منك زعلان؟ بالعكس، ده حقك. مش انت جبتي اللوحه لحد هنا عندي without any guarantees. You trusted me. So it's my pleasure to do the same. طيب اطلبي اي رقم وانا هدفعهولك. لا انا ما بدي اي رقم، انا بدي بس رقم اللي دفعته امبارح بالاكشن، 2 مليون دولار. واو، it's very generous. ميرسي على أحلى أيام قضيتها بحياتي، كنت كتير مبسوطة أنا ومعك وبين إيديك. بتمنى إنك ما تكون زعلان مني. May I help you? Yes, I need to speak to Madame Salma Mansouri, please, right now. Just a second. Madame Mansouri is not in the room. Would you like to leave a message? No, thank you very much. Thank you. Okay, goodbye. Now. Good morning, Mr. Omar. بدي أكد على حضرتك بس موعد الميتينج مع مستر فريدريك بعد ساعتين بالضبط. أجل الميتينج. Well, I don't know. That's your job. Find a solution. Thank you. My name is Omar Hidayah. I'm here to see Salma Mansouri, please. Yes. Oh, thank you. مرحبا مستر عمر، اهلا وسهلا. سامع عنك من زمان. اهلين. اهلا بيكي. Once again, as you know, my name is Omar Hidayah. I'm here to see Salma Mansouri. فلو سمحت ممكن نشوفها دلوقتي. This is really funny. انا سلمى المنصوري، جاي تشوفني انا سلمى المنصوري.